السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ثم أما بعد، إن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم دي متابعة لمحصول فاصوليا أو لنبات فاصوليا مزروع في حقل هنا. هو مزروع وسط أشجار موالح، هو مش مشكلة، هو إن مزروع وسط أشجار موالح يعني مش مفيش أي خطأ، ما فيهوش اي خطا ولا اشجار الموالح لها اي تاثير على نبات الفاصوليا، تمام. وممكن البصل اللي بقى له تاثير، انما ممكن التوم ممكن يتزرع. انا نصحت قبل كده كتير ان التوم مثلا يتزرع فيه بساتين الموالح، تمام. النهارده انا بعمل متابعه للفاصوليا بسبب حاجه معينه. الفاصوليا يا جماعه من النباتات الحساسه جدا للميه، الفاصوليا من النبات الحساسة جدا للمية. وبعدين في الايام في الاونه الاخيره وفي الايام الاخيره كان جه مطر، تمام. دي تومه على فكره، كان طلع لوحده في قلب، لان كان مزروع الحقل ده، كان مزروع البستان ده، كان مزروع توم قبل كده العام اللي فات. طيب الفاصوليا حساسه جدا للماء، تمام يا جماعه، تمام. فعشان انا كان جالي مطر وجالي بتاع، واقول ده بقالها 20 يوم مثلا مش ربيت فيه كده كتير، لا مش كتير. وانتوا حضرتكوا شايفين، بصوا يعني ده دي عالية شوية، دي عالية عن مستوى المية، يعني المية مش محصرة دي. انا المية بتجيلها من جميع النواحي، من الناحية دي ومن الناحية دي، يعني من هنا ومن هنا. شايفين بقى، شايفين بقى اتأثرت ازاي؟ اما ده اللي عالي عن المية شايفينه، شايف الناس كلها. صاحب البستان ده بعت لي يقول لي شوف الفاصوليا دي باظت. لا ما باظتش، كتر ميه انت ساعات الارض هنا، يعني دي ارض طينيه، دي ارض طينيه بتحتفظ بالماء، والارض دي ارض تقيله، ارض طينيه تقيله بتحتفظ بالميه لفتره طويله جدا جدا جدا. دي المشكله، تمام. والحاجه الثانيه ان البستان ده متقسم في الري غلط، يعني بيشرب، معمول حسابه في الري على انه مزروع موالح بس، فدي غلطه كبيره. انا في مساحات واسعه في الموالح، مش عيب ان ازرع، لا ده ميزه. يعني اصل الموالح احنا يعني احنا عايزين نكون واقعيين، الموالح مصاريفها كتير وما بتجيبش العائد المادي اللي هو يرضي صاحب البستان، عشان نبقى واقعيين بقى، ما بتجيبش عائد مادي حلو. فما استطاع يزرع حاجه في وسط البستان بحيث انه يحافظ على بستان الموالح، وين في حاجه تجيب له برضه حاجه تقضي تكفي حتى مع مصاريف الموالح، ماشي، بس اعمل حسابها في الري. يعني انا اقول لكم مثلا اللي الحته اللي انا ماشي فيها دي كلها بتشرب، يعني شربانه من مسافه طويله، يعني مسافه تكون يعني تكاد تكون تصل الى 100 متر. لا ما ينفعش 100 متر ميه، فلازم الفاصوليا دي هتشبع، وان شبعت ميه هيحصل اللي انت شفته ده، تمام. انت شايفين دي، شايفين دي عامله ازاي؟ طب شايفين دي عامله ازاي بقى؟ اهو شوف الفرق كده، اهو شوف الفرق ما بين دي وما بين دي، ما بين دي وما بين دي، فرق شاسع، تمام يا جماعه، تمام. فالنصيحه اللي بنقدمها النهارده محصول الفاصوليا لا يشبع قوي ولا يعطش قوي. اي يا جماعه حد زرع فاصوليا في الوقت اللي احنا فيه ده، هو احنا في شهر، دلوقتي احنا في شهر مارس اللي هو شهر اذار اللي هو الشهر الثالث من الاشهر الميلاديه، اول حاجه اعملها انتظم في الري، والري يكون بحساب. دي الحاجة الأولانية. الحاجة التانية يا جماعة، مفيش حشايش، اوعى اوعى الحشايش تغلبك، اوعى اوعى الحشايش والأعشاب الضارة اللي موجودة في الأرض تغلبك وتطلع حوالين النبات. الحشايش دي لما بتعمل مواد سامة بتموت الفاصوليا، وبالذات الحشايش اللي هو بيسميه الشبيط اللي بيمسك في الهدوم ده، واللي يبقى لونه أصفر أو زي كده، شوف طالع فين أهو. لازم الحشايش دي تتقلع باستمرار، وطبعا البساتين بيطلع فيها نبات العليق ده اللي بتسلق على الشجر، اهو شايفين اهو، شايفين طالع اهو،
طالع اهو على الفاصوليا اهو، وعايز يتسلق على الشجر اهو. هو دي اهو، هبص كده يا جماعة، هو دي شايفين اهو، هو ده نبات العلي. فاوعى الحشيش يغلبك ويطلع على الشجر. الحاجة اللي بعد كده بقى، طب خلاص بقى النفاس وقعت في الراس وحصل معاك زي اللي حصل مع البستان ده، يبقى بقى نديها رشة وقائية بقى، نديها رشة فطري. والاول الاول بس من الفطر دلوقتي، الاول نديها مبيد، بس المبيد ينفع يتخلط مع مغذيات، مبيد مع احماض امينيه مع طحالب مع فوسفور مع بوتاسيوم، تمام، حاجات تزود مناعه النبات، تمام، زي ما احنا بنعمل دلوقتي. هو دلوقتي موضوع رش شغال جامد، انتوا سامعين الصوت زي ما احنا بنعمل وشغالين دلوقتي، تمام. تمام كده يا جماعة، زي ما موتور رش شغال دلوقتي كده، هو دي رشة كوية اهي، وراجل ماشي معاه في وسط الأشجار عشان بس ما يلاقيش تليفوننا، تمام، دي كله ترش هنا، ده ترش تاني، لازم تترش وتتغسل كده يا جماعة، يبقى المية نازلة من عليها كده، تمام. بصوا كده المية نازلة من عليها كده يا جماعة، غرقانة كلها مية كده اهي. طيب نيجي بقى ليه، طبعا نوريكم يعني انواع الرش اللي رشينا بيه، تمام. ده بالنسبة للرش اللي هو او المغذيات اللي هي فيها الاحماض الامينية، تمام. يا جماعة احماض امينية 5%، طحالب بحرية، تمام يا جماعة، تمام. ده بالنسبة للأحماض الأمينية. طبعا أنتوا فكرتوا مثلا أن أقول أنواع الرش، أن هقول أسامي شركات، لا أنا ما بعملش دعاية لحد، تمام. أنا لو في منتج فعلا يعني لقيته جايب نتيجة مبهرة وسعره في المتناول، بقول اسم الشركة بتاعته، لو سعره في المتناول وناس محترمة. إنما معظم الشركات اللي موجودة في السوق اليمن دول كلهم عايزين مكسب وخلاص، يعني لا بيدور على مصلحة المزارع ولا بيدور على أي حاجة. طبعا ده البوتاسيوم، أنا شلت الاستيكر عشان ما بعملش دعاية لحد، بس البوتاسيوم ده يعني بوتاسيوم جيد جدا، تمام يا جماعة، تمام. ده المبيد إيه الأكاروسي، أهو أنا إيه شايل اسم طبعا الشركة. ده المادة اللي الفعالة فيه أبامكتين، تمام يا جماعة، هي المادة الفعالة أبا مكتين. أبا مكتين أهي، تمام كده يا جماعة، تمام. ده برضه رش مبيد، ده لمبادة، تمام. ليه بقى رشنا مبيد؟ لأن فيه قواقع للحلزونات، فيه دودة، يعني أنا كنت يعني شايف هنا في بعض الأوراق فيها تآكل، عشان كده جبنا رش مبيد. وده كان كل حاجة يا جماعة عن الفاصوليا، يا ريت بقى تهتموا بالري بالذات تظموا فيه. والسلام ختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واللي عنده سؤال أو استفسار يسيبه في التعليقات.